ما قرره الرئيس محمود عباس بالأمس يخالف كل الإجماع الوطني الفلسطيني، فصائل ومكونات سياسية وقوائم انتخابية ترشحت لهذه الانتخابات. قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات هو وضع القدس في موضع الرهينة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، وربط قرار التأجيل بالنسبة لأبو مازن بإصلاح الوضع فيما يتعلق بالاقتراع والترشح في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين يقود إلى المجهول، لأنه لا يعلم أحد، لا أبو مازن الذي يتحرك أصلا بإذن من الاحتلال الإسرائيلي، ولا أي قيادي فلسطيني آخر، ولا أي طفل فلسطيني ممكن أن يعلم متى ستحل معضلة القدس، متى سيحل الاحتلال معضلة القدس، ومتى سيسمح الاحتلال للفلسطينيين بالتصويت والترشح في القدس. الرئيس الفلسطيني للأسف الشديد قتل الأمل الذي ترعرع في صدور الفلسطينيين عندما أصدر مرسوما بإجراء استحقاق ديمقراطي غاب 15 سنة، وغابت معه شرعيته وشرعية آخرين من القيادات الفلسطينية، وبالتالي هو أدخل الفلسطينيين في نفق آخر مظلم، وأطفأ النور الذي برز في نهاية النفق الذي كان من الممكن أن يضع حدا لانقسام بغيض طال 15 عام.